احنا مش نقول شعب محافظ وشعب مزمر مفكر، هي شعب منافق صراحه خذها من الاخير غالبيه عظمى، لان النفاق هو رهيب في ليبيا، عرفت التظاهر بشيء وعمليا بعد شيء ثاني. هذه كل الناس يقولها، بدات لما يجي قصه الدين. تفهمون القصه شنو هو، شو معناه الدين اصلا؟ شو هكذا ولحيه وقصه عليها تطلع خانب معفن؟ ما تقدرش تقسو على الليبيين يعني، حتى الظروف في النهايه. انا نقول لك الشعب الليبي الان قسما بالله اذا لم يدخل في حاله مصارحه، خذها مني ها، وينسوا قصه ان احنا عندنا احسن طيارين واحسن طريق واحسن مش عارف حمام واحسن سيفون واحسن، تعرف القصه طالعه، واكبر مصنع واحسن زنقه، تقول لك نفار وين هداي؟ انت غرس نفسك لما تحط نفسك في هذه القيمه. مش احنا لما نسب واحد على مؤاخذه نقول له تونسي، وانا تحسب لي جاي من منين، انا تحسب جاي من رومانيا؟ مش انت لما تعرف تقول لك التونسي احتقارا لشعب تونس العظيم، مع ان الان لو بنقارن وضع ليبيا بتونس الليبيين المفروض نخجل من انفسنا ونستحي وعار ان نتكلم عن تونس بكلمه اصلا. على مستوى التقدم الحضاري والرقي الحضاري في السلوك المجتمع التونسي، خليك من جانب الفكر اصلا، ما بديش حتى نقشوه عن اصلا، لكن طريقه تونس في اداره صراعاتها الحساسه جدا يا راجل. في الصراع الانتخابي تعكست لك الكتله السياسيه والطيف السياسي، وزي ما يقولوا التوانسه يقول لك العائله السياسيه، ناس راقيه احنا ما نصبوا شيء قدامهم، فالحين غير في العفن والزياط وخلاص سمعني باللفظ، والبزين كبير هذاك يعرف يرفس، ثقافة جاهلية لازم يواجهها حدك بكل وضوح، يواجه الليبيين بحقيقتهم، زي لما جاء القرآن لقريش بالضبط، لازم منها المواجهة هي. ليش تستحقوا في تونس؟ ليش تستحقوا أي واحد ليبي أو ليبية أمة ماهوش ليبي؟ بيقول لك هذاك أمة مصرية، أمة تونسية، أمة ما عندنا، ما عندهاش هي السخافة. ايه هذا هو مجتمع هيك تربى، ما لهاش اي قيمه. لما تجي تقول يا اخي معليش بسك سؤال، ليش تسب فلان تقول مثلا ولد التونسيه؟ معليش ايش تقصد بها؟ وضح لي لو سمحت، شنو يعني؟ ليش المجرده جنسيه ولا كيف؟ فهم هذه حقائق في ليبيا موجوده. فقلت لك فشخر على الفاضي المصريين، غير اسمعني، هي عرفت مصري اعراف اجتماعيه، شنو تجي انت قدام مصر؟ خلينا نكون صريحين، شو قدمت انت للعرب والمسلمين قدام مصر؟ الشعب المصري ما دخلنيش فيها الحكومه في مصر، يعني الحكومه يعني كل الحكومات هذه تحت رجلي، لكن انت شو قدمت قدام مصر؟ عليك ليبيا معليش كالشعب المصري، هو شو قدمت؟ اول حاجه ضريبه الدم اللي دفعها الشعب المصري في قضايا العرب والاسلام، وكان بحسب لك مليان معركه عين جلوتا اللي اوقف فيها زحف التتار على البشريه كلها، الظاهر ببرس الاول وقطز وكذا، وين هم كانوا يحكموا؟ شنو هو انت معليش؟ ليش استحقار البشر؟ هذه الثقافة لما تتنحى لها أثر داخلي، لما يواجهون بالحقيقة يبدأ الإنسان يفكر للإنسان بمعيار آخر. طيب شو نقصد؟ طيب أن البني آدم شو يمثل وتدخل معاه المواطن، غير فهمني خلينا نحكم في أنا جايك في هذه، بس إيه؟ خلينا نكون محددين، أنا ذكرتها المواطن لأنك أنت فتحت جرح لابد منها. كويس جميل جدا، هذه الصراحه انا اتمنى واحد يطلع يقول لي يا نعمان لا احنا ما نقولوش يا تونسي كذا، لا 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 لا، بس لازم لما نفتحوا الصفحه نفتحها كامل، مش نقولوا على باكستان دوليبيه بس مسمينهم الزفره، هذا الليبيين، خلي يكونوا صريحين. انت ما تقدرش لما تلقى باكستاني مش كان احنا من صغار يا زكي قدامنا نتاوك عليهم، لا لا ما فيش دوله نوويه، ما فيش حد ينفي يا استاذ نعمان، بس الان وانت قاعد تشخص في الحالة وكون فيه تشوه في بعض الأمور أو بعض المستويات، ما تقدرش تعزل هذا على 42 سنة من الانغلاق والانقطاع عن العالم وعن المجتمع. هو الكارثة هي كويس، حتى بس ما نكونوش قاسين على رواحنا يعني، لا هو مرة تقسى على نفسك، شفت زي لما يديك متسخة كرمك الله وشوية هيك انت تكون باهي مش تنحي زخ تكون مثلا مغير كوشينيتي ولا حاجة بتاع فيها، فهمت ولا؟ تبي شوية حكان يعني مرة حتى بالتالي تخش ولا مش تنضاف؟ نعم.